لبرنامجنا ونطمئن على سحورنا اليوم من عيسى البلوشي. عيسى مساء الخير. مساء النور ابو محمد. سحورنا سمك اليوم. سمك؟ ما معقول ابو محمد ما شميت الريحه بعد الحين. شميت الريحه والحلاوه غريبه. ما قدرت اقول ما شفتني وانا اقول بسرعه عشان بس اجيك هني اشوف ايش مسوي. سحورنا اليوم ان شاء الله ابو محمد سمك كنعد. كنعد زين مطفاي سمك ومستمره قصه العيوش. لحظه ايش مسوي اليوم؟ مطفاي سمك ابو محمد. مطفاي سمك. يا الله ذكرك بشيء حلو. شيء اتوقع انك تحبه. لا 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 كل بيت عماني يعرف المطفاي. من ما يعرف المطفاي؟ وفي رمضان انا اتوقع المطفاي والمقلاي والاشياء الحلوه هذه بالضبط تكثر. بتقول لي والله ما نوسع دشداشه العيد ولا بس بنسوي ولا بنقبب الدشداشه؟ امر طبيعي وعادي. ايش بنسوي بعد؟ لا محمد في سر ما خبرتك عليه انا. قول. من يوم بدينا هذه قصه العيوش سحورنا ثقيل. انا ترى خلاص وقفت السحور الثقيل في البيت. من وراك لا بس تراك تضرب هني هناك تكتفي. اقول لك لحظه شويه جبنه وخبزه. حتى هذه جبنه وخبزه خلاص قدرتها. بطلتها خلاص على الحين. جبت الدشداشه من الخياط وعرفت النتيجه فلازم عاد نسوي شيء. النتيجه طبعا رائعه. رائعه وجميله خلاص. أيوة. الحين ما تقدر لازم الحين خياط ما يقدر يسوي شيء. ما كنت شيء. اقول لك انا من اول يوم وانت تصر انك تضرب هني وتضرب هناك. لا خلاص عاد مع المطفاي. ايش في شوربه بعد محمد؟ شوربة. شوربه بازيلا الخضراء ان شاء الله بعد. وانتظرك انت وضيفنا المميز تكون عندنا. ممتاز ان شاء الله. عاده المطفاي مع العيش او احيانا البعض مع الخبز. مع الخبز لكن اليوم مع العيش. سويت لنا عيش مع العيش. يلا ان شاء الله سحور هني. تمام محمد. لضيفنا ولفريق البرنامج ولكل من يتابعنا هذا الوقت وربما بدا يسخن مع سحوره. شكرا عيسى. البدايه مرحبا بكم بالجلسه الوقفه الاخيره. انا وضيفي العزيز استاذ طلال المعمري عند عيسى في ضيافه عيسى وسحورنا. وقبل لا نبدا سحورنا خلنا بس نفرح اثنين من الاخوه. مبروك بكره 500 ريال غيرهم الى الايام الاخيره ان شاء الله. 10,000 و3,000 خاصه بتجهيزات المطبخ. استاذ طلال المعمري الرئيس التنفيذي للشركه العمانيه للاتصالات عمان تل. مرحب بك ابو سعيد. حياك استاذ خالد. في امريكا تعلم الطبخ اكيد. اي طبعا. الوالده ما موجوده، الاخوات ما موجودات. لا ما حد يطبخ لك. تهوين هذه المساله ايضا. تستهويك؟ اي ما عندي مشكله فيها. هذه لما تريد تطلع بعض الضغوطات. ايش سويت؟ والله ما بقينا شيء ما سويناه. يعني مطفاي سويت المطفاي مال اليوم سحورنا؟ لا لا هذه ما وصلنا. هذه عادي ما وصلنا عند الشيء. نعم. اذا الشاي هذا الشاي الحمر عادي؟ لا لا تعدينا هذه المرحله. وبيض وطماط؟ عديناه. عديناه. جبنه وخبزه وشيبس عادي؟ بعد معدين. ذوق من عشان اليوم سحورنا شيخ. هذا هو سحورنا لليوم. شوربة البازيلا وعندنا المطفاي سمك. ايوه اليوم دلعنا مثل كل ليله اساسا عيسى. يستاهلون ضيوفنا ابو محمد. وهذا السحور سحور عماني جميل. عيش وسمك مطفاي سمك. والسمك معمول بشكل كثير جميل وحلو. ها احسن انت اظن طول هذا الشهرين. بس اتوقع انا عمل لي اشكاليه عيسى. بس اقول لك افتكر انك انت تنافسه. لا والله ما اظن اوصل هنا يعني. ابو سعيد اخر سؤالين لي في راسي. تقلق بالمشغل الثالث او الرابع اللي سمعنا عنه من فتره وما صار شيء لليوم؟ انتوا في البدايه لما جيت ضيفتونا بالقهوه جزاكم الله خير. اي نعم. والان ايضا بهذه الاكله الطيبه. ايه؟ احنا العمانيين مضيافين. صحيح. بالضبط. فالضيف الجديد مجهزين له حلوى وقهوه. جاهزين طال عمرك. قريب؟ والله ما نعرف. قادم؟ الحلوى جاهزه. انتوا ما عندكم اشكاليه نهائيا؟ لا. وانا اقول حلو هذا التنافس لمصلحتنا جميعا. حتى انتو في عمان تل او المشغل الثاني اريده ايضا يستفيدوا من المشغل الثالث. المنافسه ما في شك تظهر فيك الافضل. تفضل يعني ايضا تظهر الجانب العناصر. دورك اللذيذ. وتحيه لكم مشاهدينا الكرام. بكره ان شاء الله بتنورنا ضيفه عزيزه من محافظه غاليه وعزيزه هي الاستاذه مكيه بنت حسن الكمزاريه. جاتنا من محافظه مسندم. أجمل تحية لكم مني من مسقط مول فيلم عبيلة.
وتحية أيضا من المخرج إبراهيم الزجالي. والكلمة الأخيرة